الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الجاحدين. نحمده جل وعلا، هيأ لنا الخيرات ووفر لنا سبل الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب البريات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه أفضل السلام وأحسن الصلوات. وبعد، فعندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل آيات تهز الوجدان وتحرك قلب الإنسان إلى الله جل وعلا، فيها خطاب للناس أجمعين بأن يلتفتوا إلى الله وأن يسلموا وجوههم له جل وعلا، فإنه هو النافع الضار وهو المتصرف في الكون. فلعلنا نقرأ هذه الآيات، لعل الله عز وجل أن يهيئ لنا من معانيها ما يكون سبباً من أسباب صلاح أحوالنا. فليتفضل القارئ بارك الله فيه بقراءة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه على جهة الأصالة ومن يتبعه ويسير على طريقته بأن يخاطب الناس جميعا، فقال: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أي في عبوديتي لله وفي سيري على مقتضى هذا الدين وهو دين الإسلام، فينبغي بكم أن تتأملوا في القضية العظيمة وهي قضية إفراد الله بالعبادة. فأنتم تتوجهون بعباداتكم
إلى هذه المخلوقات، سواء كانت من الناس أو من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأصنام أو من الأحجار أو من الأشجار أو من الأبقار أو من غيرها. فتأملوا وقارنوا بين عبودية الله الذي خلق هذه الأمور وبين عبودية هذه المخلوقات، وسأعطيكم أشياء تدلكم على صدق ما أنا فيه. فأول ذلك موضوع الوفاة، بينما الرجل والمرأة على حياة يدركون ما هم فيه فينتقلون إلى أن يكونوا أمواتاً، من الذي يتوفاكم ومن الذي ينقلكم من هذه الحياة إلى الدار الآخرة الوفاة الكبرى؟ أنتم توقنون بأن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله لا تميتكم، وإنما الذي يميتكم الله، وبالتالي فكيف تتوجهون بعبادتكم إلى غير الله ولا يتوفاكم إلا هو سبحانه وتعالى؟ أين آباؤكم وأين أجدادكم؟ وفي هذا تذكير للإنسان بأنه سينتقل عن هذه الدار لدار آخرة، وبالتالي عليه أن يستعد لتلك الدار وأن يهيئ نفسه لها. وفي هذا براءة من عبادة غير الله جل وعلا. وأما الدليل الآخر فهو أنكم في شك من عبادتكم، فهذه الأصنام التي تعبدونها في قلوبكم حسكة وريب تجاهها، أما نحن فنحن موقنون بأن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة بدون أدنى شك عندنا. وهذا دليل آخر من أدلة وجوب إفراد الله بالعبادة وأدلة صحة هذا الدين. وأما الدليل الثالث فهو موضوع النفع والضر، من الذي ينفع ومن الذي يضر؟ فالمشركون مقرون بأن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، وأن النافع هو الله جل وعلا، وأنه إذا أراد بك خيرا فلن يستطيع أحد من الناس ولا من الخلق ولا من هذه المعبودات من دون الله أن يرد عنك فضل الله جل وعلا، ولو قدر عليك خلاف ذلك فلن يقدر هؤلاء على رده. ولذا جاء الأمر الإلهي الصريح بأن قال أقم وجهك للدين حنيفا. فهذا أمر من الله بأن يجعل الإنسان عبادته لله جل وعلا. وقوله أقم وجهك أي اجعله قائما غير منحن لأحد من المخلوقات. وقوله حنيفا أي تاركا الشرك ومائلا عنه إلى طريق التوحيد والاستقامة. ولذا قال ولا تكونن من المشركين، أي ممن يصرف شيئا من عبادته لغير الله جل وعلا. ثم ذكر نموذج العبادة وهو الدعاء، فإن الدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز أن تدعو أحدا سوى الله، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء والصالحين ولا من الأحياء أو المقبورين
ولا من هذه الأصنام المعبودة من دون الله جل وعلا. فإن الدعاء يجب أن يفرد لله تعالى، ويدلك على ذلك أن هذه المدعوات لا تنفع ولا تضر، فهي تحتاج إلى من يرعاها ومن يقوم بأمورها، فضلاً عن أن تدبر غيرها وأن ترعى غيرها. ولذا قال: فإن فعلت، أي وجهت الدعاء لغير الله وطلبت أحداً سوى الله ورفعت يديك طالباً من غير الله، فحينئذ تصبح من الظالمين الذين ظلموا أعظم الظلم وهو الشرك، كما قال الحكيم إن الشرك لظلم عظيم. وما ذاك إلا أن العبادة حق لله، ومن صرف حق أحد لغيره فهو ظالم، وأعظم الظلم أن يكون في أمر قد خلقت له وهو أمر إفراد الله بالعبادة. وحينئذ جاء بالدليل الواضح فقال: وإن يمسسك، والمس أدنى اللمس، يقول لو يأتيك ضرر يسير لعجز الناس كلهم عن إبعاده وكشفه. ولذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا يزيل ما يقدر الله عليك من الأضرار إلا الله. من الذي يبعد عنك المرض؟ هو الله. ومن الذي يبعد عنك الفقر؟ هو الله. ومن الذي يبعد عنك الذلة؟ هو الله. ومن الذي يتولى شأنك فلا يتمكن أحد من أن يلحقوا بك ضررا أو أن يكيدوا بك كيدا يعود إليك؟ هو الله جل وعلا. وكما بين الله فيما مضى في قصص أنبيائه أن أقوامهم حاولوا أن ينالوهم بأنواع الضرر، فهذا موسى كان فرعون ينوي قتله وجمع الجنود ليلحقه ويلحق قومه فنجاه الله منهم، وهذا يونس وقومه لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب، وهذا نوح كان يتحدى قومه ويقول لهم: اجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يتحداهم لأنه مستنصر بالله جل وعلا. ولذا قال: وإن يردك بخير، أي إذا قضى الله لك قضاءه بوصول شيء من الخيرات لك من أمور الدنيا والآخرة، فحينئذ لن يتمكن أحد من رد فضل الله وإحسانه على العبد، سواء كانت نعمة دينية بالهداية إلى توحيد الله والدخول في دينه والتزام سنته والسير على طاعة رب العالمين، أو كانت في أمور الدنيا في الغنى والصحة والسلامة من الأعداء والنصر عليهم، وفي الخيرات الدنيوية التي يطلبها العبد. ولذا بين أن وصول هذه الخيرات للناس إنما هو فضل من الله جل وعلا، ولذا قال: يصيب به من يشاء. والغالب في الإصابة أن تكون في المصيبة، ولكن لما كان وقع المصائب أعظم أشار إلى لفظ المصيبة، ولذا قال:
يصيب به من يشاء من عباده، ثم قال: وهو الغفور الرحيم. وذلك أنه لو حاسب العباد بحسب أعمالهم لنزلت بهم العقوبات، ولكن الله وهو أرحم الراحمين يغفر للعباد سيئاتهم ولا يحاسبهم بحسب أعمالهم، وذلك من فضل الله جل وعلا وإحسانه. ثم جاء الخطاب مرة أخرى، قل، خطابا موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من سار على طريقته في الدعوة إلى الله، بأن يخاطب الناس جميعا بأن هذا الدين حق وهذا القرآن حق من عند الله جل وعلا، وهذا النبي حق من عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: قد جاءكم الحق من ربكم، كأنه يقول قد قامت عليكم الحجة بوصول هذا الدين إليكم وبوصول هذا الكتاب إليكم، وبعد ذلك من اهتدى فهو المستفيد، فإنما يهتدي لنفسه. من سار على هذا الكتاب وعبد الله وحده والتزم بشعائر الإسلام فهو أول من يستفيد بهذه الهداية. وأما من ضل، أي لم يستجب ولم يؤمن ولم يفرد الله بالعبادة ولم يصدق هذا النبي ولم يلتزم بما جاء في هذا الكتاب، فإنما يضل عليها. وأتى بلفظة إنما لبيان أنها للحصر، فهو المتضرر أصالة دون. وأما رب العزة والجلال فهو غني عن العباد، لا يحتاج لطاعتهم ولا يتضرر من معصيتهم جل وعلا. وهكذا أهل الحق لا يتضررون بكفر أهل المعاصي، بل بكفر أهل الكفر أو ذنوب ومعاصي أهل المعاصي، وذلك لأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة إليه وترغيب الناس في طاعته، وحينئذ أدوا ما عليهم فبرئت ذمتهم ولا يتضررون بضلال من لم يستجب لدعوة الحق. ولذا قال على لسان نبيه ومن يتبعه: وما أنا عليكم بوكيل، أي لست قائما عليكم أتولى شؤونكم فأعاقبكم على كفركم وشرككم، وإنما هذا إلى الله، فوظيفة نبي الله ومن سار على طريقته هي تبليغ هذه الشريعة وإيصالها إلى الناس. ولذا أمر بأن يتبع الوحي الذي جاء إليه، سواء كان وحيا بلفظه في القرآن العظيم أو وحيا بمعناه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أمر أهل الإيمان بأن يتمسكوا بهذا الدين باتباع الوحي، وأن لا يتركوا ولو لشعرة مهما نالهم من الأذى أو لحقهم من العقوبات، فإن الواجب عليهم أن يتوكلوا على الله وأن يصبروا حتى يحكم الله، أي ينزل حكمه بعقوبة الكافرين ونجاة المؤمنين، وهو سبحانه خير الحاكمين، فهو
أفضل وأولى من حكم بين الناس وميز بين الظالم والمظلوم. فهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أمور الحق ولا يكون عنده شيء من الهوى والمخالفة، وإنما هو أعدل الحاكمين وهو أرحم الراحمين. فهذه آيات عظيمة فيها أحكام وحكم، منها أن هذه الشريعة لجميع الناس أجمعين على اختلاف أصنافهم وبلدانهم وأشكالهم وهيئاتهم وأديانهم، فهم مخاطبون جميعا بالدخول في هذا الدين. ولذا قال: قل يا أيها الناس. وفي هذه الآيات وجوب أن يكون الإنسان على يقين من دينه، مطمئن لمعتقده، وأما انتهاج مناهج الشك فهذه ليست من دين الله في شيء، وهي إلى الحيرة والتردد أقرب منها إلى أن يكون الإنسان موقنا مؤمنا. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله، وفي هذا دلالة على أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام. وفي هذه الآيات تحريم مجاملة المشركين والكافرين بصرف شيء من العبادات لمعبوداتهم أو بالرضا بها أو بالثناء على عباداتهم، بل الواجب التبرئ منها، كما قال: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وفي هذه الآيات إظهار الإنسان لمنهجه الذي يسير عليه وبيانه بدون تخف ولا سرية في دعوته. وفي هذه الآيات التذكير باليوم الآخر والأمر بالاستعداد لها بتذكير الإنسان بوفاته. وأنبه هنا إلى أن الوفاة قد يراد بها الموت الذي هو انتقال من الدار الدنيا إلى دار الآخرة، وقد يراد بها الوفاة النوم، فإن نوم الإنسان آية عجيبة تدل على قدرة الله جل وعلا. فانظر إلى أقوى الناس وأكبرهم بدنا، تجد أنه في لحظة ينقلب بينما هو حي يتحرك يبطش ويجري ويتصرف، فإذا به جثة هامدة لا يدري عما حوله شيئا ولا يملك أن يرد عن نفسه أي محاولة تجاهه. فسبحان من قلب حال الإنسان في لحظات. وانظر إلى نفسك تجد هذا جليا، ما مر حولك وقت نومك ووفاتك الصغرى لا تعلم عنه شيئا ولا تدري ما هو. وفي هذه الآيات الأمر بالإيمان، والإيمان على الصحيح يشمل كل ما أمر الله به من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فكل ما أمر الله به فإنه يدخل في اسم الإيمان، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلواتكم السابقة. وفي هذه الآيات الأمر بإخلاص النية لله جل وعلا، بحيث
يطلب الإنسان في أعماله العبادية وغيرها رضا الله جل وعلا، وأن تكون وسيلة لفعل الطاعات بأنواعها. وفي هذه الآيات وجوب أن تكون الطاعة لله وحده، بحيث يطاع الله ويطاع من أمر الله بطاعته، فيطاع الله ويطاع من أمر الله بطاعته كرسوله صلى الله عليه وسلم وكصاحب الولاية والإمامة، فإن الله أوجب طاعته، وكذلك طاعة الوالدين، ومنه طاعة المرأة لزوجها وطاعة الابن لوالديه. وهذا معنى كلمة الدين، فإن الأصل فيها أن يراد بها الطاعة. ولذا تقول العرب: دانت العرب، أو دان الناس لفلان، بمعنى سلموا الطاعة له. وفي هذه الآيات التأكيد على التحذير من الشرك الذي هو صرف العبادات لغير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات من الفوائد وجوب إفراد الله بالدعاء، بحيث لا يدعى أحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أهل بيته أو كان من الأولياء الصالحين والعلماء الأفذاذ، فإن الدعاء يجب أن يكون لله وحده. وفي هذه الآيات أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، فهو الذي يصرفه لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء. وفي هذه الآيات بيان أن الشرك محبط للعمل، وأنه يجعل صاحبه ظالما شديد الظلم في حق الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن العبد إذا أصيب بمصيبة فعليه أن يتوجه إلى الله تضرعا وإنابة وطلبا لعفوه ومغفرته، فيزداد بذلك رتبة عند الله. ولله حكمة من جعل المصائب تمر بالعباد من أجل ألا يطمئنوا للدنيا من جهة، ومن أجل أن يعودوا إلى الله ويلجأوا إليه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن ما يصيب الناس من الخير إنما هو محض فضل الله جل وعلا، يمتن به على من شاء. وقد بين الله أنه يمتن على أهل التوحيد والإيمان بأن ينيلهم خير الدنيا مع خير الآخرة. وفي هذه الآيات دلالة على أن تحصيل الإنسان للأمور الدنيوية غير مذموم إذا لم تشغله عن طاعة الله، بل تكون من خير من صالحه متى نوى جعلها وسيلة مقربة إلى طاعة الله جل وعلا. ولذا وصف الله هذه الأقدار بأنها خير ولم يجعلها شرا. ولذلك فإن اكتساب الإنسان من الأمور المطلوبة شرعا، وهكذا سعيه في صحة بدنه من الأمور المطلوبة شرعا، وهكذا سعي الإنسان في إعزاز نفسه ورفع درجتها، فإن بلا تكبر على عباد الله، فإن هذا لا يتنافى مع ما جاءت به الشريعة. فإن قال قائل بأننا مأمورون بالزهد، قيل له: الزهد ليس بترك الدنيا، وإنما الزهد يكون باستعمال الدنيا
في أمور الآخرة. ولذا جاءت النصوص بأن العبد يطلب منه أن يستنفع بما في الدنيا، وكما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا قيل بأن الأفضل هو ترك ما في هذه الأرض تنافى مع ما في هذه الآية. ثم انظر إلى مثل قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقوله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالسعي في مكاسب الدنيا من أجل أن يتمكن الإنسان من النفقة على نفسه ومن النفقة في سبل الخير طاعة يتقرب بها إلى الله. ولذا سمى الله هذه الأمور خيرا. وفي هذه الآية أن ما ينعم الله به على العباد هو محض فضل منه وإحسان جل وعلا. وإلا لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي هذه الآيات أن الله هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، ولا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى. وفي هذه الآيات أن مشيئة الله نافذة وأنها لا يمكن أن تتخلف، سواء كانت في أمور عامة أو فيما يتعلق بأفعال بني آدم. ولذا قال: يصيب به من يشاء. وفي هذا إطلاق المشيئة والإرادة على الإرادة الكونية التي لا بد أن تقع لا محالة. وفي هذه الآيات أن من أسباب نيل الإنسان للخير قيامه بعبودية الله جل وعلا. ولذا قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به يعني بهذا الخير من يشاء من عباده. فدل هذا على أن القيام بالعبادة من أسباب نيل الإنسان لخير الدنيا. ولكن ليحذر العبد من أن يجعل عباداته بنية الحصول على الدنيا، فإن هذا يفوت الإنسان الأجر والثواب. بل الواجب عليه أن يجعل مقاصده أخروية بحيث يقدم على الطاعات رغبة في رضا الله وفي الحصول على جنته وفي رفعة الدرجة فيها. وفي هذه الآيات مغفرة الله للعباد بحيث جعل لهم الخيرات ووصلت لهم منافع الدنيا. وإلا لو كان الله مؤاخذا الناس بأعمالهم لهلكوا ولم يتمكنوا من الانتفاع بشيء من هذه الدنيا. وفي هذه الآيات من الفوائد التنويه بصدق القرآن وبكون دين الإسلام حقا، وبالتالي يجب على العباد جميعا أن يلتزموا بهما.
وفي هذه الآيات أن الهداية إنما تنفع صاحبها، وقد ينتفع غيره، لكن انتفاع الغير يترتب على قيام ذلك الغير بشيء من الأعمال التي تنتج عن عمل الأول. وفي هذه الآيات أن الهداية والضلال بيد الله جل وعلا، ومن ثم على العبد أن يضرع بين يدي الله وأن يلتجئ إليه سبحانه وتعالى ليهديه وليدله على الطريق المستقيم ويبعده عن الباطل المعوج. وفي هذه الآيات التذكير بأن كفر الكافرين لا يضر المؤمنين ما دام أن المؤمنين قد قاموا معهم بما يستطيعون من الدعوة إلى الله وبيان مزايا دين الإسلام. وفي هذه الآيات أن من يتولى عقوبة المخالفين هو رب العزة والجلال، وأما الأنبياء فتقتصر مهمتهم على الدعوة إلى الله فعليهم البلاغ المبين. وفي هذه الآيات وجوب اتباع الوحي، وجوب اتباع الوحي وعدم التردد في ذلك سواء، وفي هذا دلالة على وجوب تحكيم الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما مما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أمر المؤمنين بالصبر على ما يصيبهم من أنواع الأذى، فإن نصر الله قريب، فيصبرون حتى يحكم الله جل وعلا بين العباد، وحكمه معلوم، فهو يحكم بنجاة المؤمنين وهلاك الطاغين المكذبين. ثم قال: وهو خير الحاكمين، أي حكمه عدل وقضاؤه نافذ ملزم، ولذا كان خير الحاكمين. بارك الله فيكم وأسعدكم في دنياكم وأخراكم، وجعل العاقبة الحميدة لكم، كما نسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا تقوى وعلما وإيمانا. اللهم لا تجعلنا نتوجه إلى أحد من خلقك، اللهم اجعلنا متوجهين لك يا رب العالمين. اللهم علق قلوبنا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لموتانا وأن تسكنهم فسيح جناتك وأن ترفع درجاتهم وأن تنور عليهم في قبورهم وأن تؤنس وحشتهم وأن تكون معهم، كما نسأل الله جل وعلا لإخواننا المستضعفين في فلسطين وغيرها أن يتولى الله شأنهم وأن يسد جوعتهم وأن يكسو عاريهم وأن يأوي مشردهم وأن يشفي مريضهم وجريحهم وأن يغفر لشهيدهم وميتهم، كما نسأله جل وعلا أن يكفيهم شر عدوهم. اللهم رد هذا العدو خائبا خاسيا. اللهم يا قوي يا عزيز اجعل بأسك بينهم، اللهم فرق كلمتهم وشتت شملهم ولا تجعل لهم قوة بقوتك يا ذا الجلال والإكرام، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل البلاد للخير والهدى، وأن يجعلهم من أسباب الهداية والتقوى، كما نسأل الله جل وعلا لولاة هذه البلاد أن يوفقوا للخير وأن يبارك لهم وأن يكونوا على أحسن حال وأن يجزيهم خير الجزاء على ما رتبوه
لأداء النسك هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.